السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن الصورة دي ازاي ركبناها كده على بعض واصبحت شخصية سيمبا اللي سماعة ودكتور ونظارة وكل حاجة. طبعا في ناس كتير عارفة الموضوع ده، فخلاص الفيديو ده مش ليكم، الفيديو ده للناس المبتدئة اللي مش عارفة. هعمله النهاردة ببرنامج كين ماستر. انا قبل كده كنت بعمله ببرنامج بيكسل لاب، تمام؟ تابعوا معايا. اول حاجة انا هجيب صورة الطبيب وهقصها، تمام؟ هقصها بالبرنامج بتاعنا اللي هو اسمه باك جراوند اريزر، تمام؟ هروح على الصور اريزر، هنزل تحت هجيب صورة الطبيب، لا اريزر، لا مش اريزر يا ربي، هروح على الفولدر اللي اسمه داونلود. انا نزلت صورة الطبيب ده قبل كده في الداونلود، تمام؟ هندور عليها، بس انا عامله الصور دي من زمان، فصورة الطبيب ممكن تكون تحت شوية، ممكن تكون تحت. راحت فين؟ اكتر حاجة تضيع الوقت واحنا بنسجل واحنا بنعمل الحدوتة ان احنا نفضل ندور على الصور. ده الطبيب الحلو ده الجميل ده، هو ده اللي انا هقص الجسم بتاعه علشان يبقى سيمبا، تمام؟ من اوتو هعمل كده. طبعا لو تلاحظوا ان في زوايد كده في الخلفية ما اتشالتش، هزود من هنا اتشالت، شفتوا بقى؟ ومن هنا ومن هنا، تمام؟ تمام. هروح بقى على مانيوال وهمسح راسه، ممكن اكبر كده شوية الاداء دي، ايه ده؟ مانيوال مش المانيوال، هكبرها كده عشان امسح الراس بتاعته، اصل الراس بتاعته كبيرة ما شاء الله. خلاص كده، تمام. بصوا بقى انا عملت كده، طبعا انا غلطت، هروح بالريبير هصلحها على طول، شفتوا؟ واصغرها الحجم لو انا عاوزة اصغره، تمام. وفي ماجيك اهي بتقص الحواف بالراحة جدا، مش زي المانوال، تمام. انا قصدي اعمل الاخطاء دي عشان اعلمكم، تمام. دون سيف فينيش. انا قصيت الصورة بتاعت انا قصيت الراس بتاعت سيمبا قبل كده والنضارة بتاعت الدكتور. هروح على البرنامج بتاعي كين ماستر وهعمل انشاء مشروع جديد، وهعمل الخلفية البيضة علشان اعرف اقصها بعد كده وتبقى سهلة علي. طبقة الوسائط اريزر، هجيب الجسم بتاع الطبيب اللي انا عاوزاه، هجيب طبقة، هروح اجيب راس سيمبا بقى، سيمبا ده تحت جدا، انا قصيت راسه من زمان خالص، نقعد ندور ساعتين مع بعض مفيش مشكلة. اهو سيمبا، تمام. هنجيب النضارة بتاعت الدكتور، انا برضو قصيتها تحت خالص، هندور برضو 3 ساعات مع بعض مفيش مشكلة، وهنجيبها هنجيبها تاني تحت شوية. الصور دي محتاجة تركيز. النضارة، صغر حجم النضارة، البس يا سيمبا النضارة. خلاص انا كده ركبت ايه النضارة له، والصورة دي خلاص انا مش عايزة اركب فيها اي حاجة تانية. هقف بقى على الخلفية اللي فوق واعمل من اقتصاص دي، هاخد اخر واحدة علشان هي بتاخد صورة بتقسم وبتاخد صورة، هنلاقيها اتحفظت بره في الملف بتاع الصور. هروح بقى على البرنامج باك جراوند اريزر، هلاقي الصورة هنا اللي انا لسه قصاها، هقص بقى الخلفية بتاعتها اهي واكبرها كده عشان لو في اي حاجة انا ناسيها اشيلها، والماجيك في نقطة هنا هنشيلها بيها، تمام. دون سيف فينيش. هروح بقى على البرنامج بتاعي، لو عايزين تتأكدوا ان فعلا الخلفية اتشالت، هي اتشالت، بس عشان الناس اللي عايزة تعرف هحط خلفية للبرنامج من عندي من هنا، وهعمل طبقة الوسائط اريزر من هنا، شفتوا بقى؟
خلاص ضفنا الشخصية بتاعتنا للمشهد بتاعنا، نبتدي بقى نضيف شخصيات تانية ونبتدي نسجل صوت علشان نعمل أول مشهد. شكرا ليكم لاستماعكم ليا. إيه، ما تنسوش بقى تعملنا لايك واشتراك في قناة حواديت مو عشان تشجعوني ان انا انزل فيديوهات كتير للشرح. شكرا ليكم، مع السلامة.